انا كان في مخيلتي ان انا لما ابقى صاحبه راويه اسماعيل ممكن اجي الجونه انزل البحر اقل واجب يعني هي تحضر الافلام وتشوف الريد كاربت والحاجات وانا اجي انزل البحر وهو اتصور صورتين واقول لاصحابي انا روحت الجونه وتبقى اوديت وجبر. لكن حتى امنيه نزول البحر كانت صعبه المنال على مثالي. ده يا جماعه البحر انا مش عارفه الصراحه الكاميرا اجيبها الناحيه التانية ازاي فانا مش شايفه في ايه هنا، بس شايفين اللانش اللي هناك ده واضح ان المنطقه دي من البحر باركينج لانشات او حاجه. فحتى الخطه دي فشلت وانا اتعورت في صباع رجلي الكبير، فبالتالي هشوف المهرجانات دي بيقولوا فيها ايه. والله لكم فون طبعا وصلت. المواصلات الرئيسيه هي التوك توك، بس توك توك من اللي هو الملون واسمه اوبر توك. اسماء الشوارع هنا حوار حوار. اسمه شارع الفنانة ايناس الدغيثي، وطبعا انا جبت ساويرس هيسمي الشوارع بتاعته ايه، عمر بن الخطاب. ده نظام طلعت مصطفى مالناش دعوه. فكره الواحد لما يحاولش يعيش عيشة اهل، هتقول لي بوتيك وتعمل لي فيها من اسيوط وترسم لي اوبب وتقول لي ان انت من اسوان، مش هصدقك. انا الفنان طارق الابياري جالي من السما، هو شاب زينا وممكن يفهمنا الموضوع ده كده بالراحه من غير قفش. ذكي يا فنان طارق، يعني انت ممثل ان شاء الله. انا عشان ابقى ممثل بعمل ايه؟ انت عشان تبقي ممثله فاتحه كلام. الانسان عشان يبقى ممثله يروح فين؟ ما شاء الله مذكر ومؤنث رايحين الساحل. ما هي ده. كملي تحت امرك. انا مش باين اصلا في ال شكرا. انت فوت تطلعي معايا. انا ثانية واحدة. انا اسف. اتفضلي. اروح اقدم فين على الوظيفه دي؟ اولا وظيفه دي تمام زي البول. بص يا ست الكل، طبعا في معهد في المسرحيه، في جامعه امريكيه، قسم المسرح، في جامعه حلوان، في اعتقد كذا حاجه، وفي ورش مهمه جدا مثلا ورشه الاستاذ خالد الجلال مركز الابداع، في حاجات مش عايز انسى حد. او بتبقى انت بتبدا بعد كده تعرف كاستنج وتبدا تروح تعمل كاستنج على ادوار وتعمل حاجات، او بتعمل فيديوهات او كده وتبدا تتعرف من خلالها. هي بتكسب فلوس؟ لك لو انت عايز تجيب طب يعني شفت كده صرفت كام جنيه معايا جاب لك جنيه ونص. الحمد لله. لا ممكن انت بتعمل ايه يا جماعه، احنا من الغلابه. اي ما فيش شغلانه يعني اصل هو حاجتين، يا اما نسمع بيقول ده ممثلين بقى وفلوس قد كده وفساتين، يا اما ده ممثل غلبان ما تتكش، يعني ما فيش وسط. هو اي شغلانه زي اي شغلانه، يعني مدير مثلا بيقبض زي لسه حد جديد في الشغلانه، وانت لازم تصرف على شكلك، تصرف على تعليمك، تصرف على حاجات كتيره عشان تبقى انت توصل لحته اكبر. بس يعني بحس ان الشغلانات الابداعيه فيها استقرار اقل، ان هي ما فيهاش طبعا، لان انت مش عارفه بكره في شغل ولا لا. انت ما بتظهريش خالص في الفيديو. كملي هو فيديو زي الفل اساسا. كملي. المهرجانات بقى والاحتفالات والايفنتات دول كتير قوي. تمام. وكان وفانس وجونه، يعني هو اهو جبتها من على جوجل عشان مذاكره شويه. انا دلوقتي لو كسبت مهرجان منهم ينفع اخش في واحد تاني ولا هو يعني هم كتير؟ بص اقول لك على حاجه، هو في مهرجانات دوليه تمام على مدار مش عارف عددهم بالظبط، بس غالبا 16 مهرجان دولي. ده لو انت غالبا اشتركتي في واحد يبقى ممكن ما اشتركيش في حاجات تانية، بالاضافه ان في مهرجانات بتشترط ان مثلا زي هنا في الجونه، انا ما اعتقد ان العرض يبقى العرض مثلا في الميدل ايست في المينا ريجن يبقى اول عرض. انت مركزه معايا ولا انا لا يا باشا بص هي شغلانه زي الفل. طب ايه اكبر عيب في رامي الابياري؟ قسما بالله اسمي طارق ورب الكعبه اسمي طارق الابياري مش رامي. انت من قبل الحوار مصممه ان انا اسمي رامي. انا رامي. شكلك رامي. انا شكلي يدي رامي فعلا. انا شكلي يدي رامي. اتشرف ان انا يبقى شكلي يدي رامي تحت امري. ايه اكبر السؤال تاني عشان هنشوف ايام بيضاء في الانترفيو ده. انا غلطان. انا اتفضلي يا استاذ. ايه اكبر عيب في طارق الابياري؟ طيبة قلبك. هو طيبة قلبي دي ما بعتبرهاش عيب، انا بعتبرها ان انا دايما في كده الممثلين ليهم حاجات كده بيسالوك اكبر عيب فيكي ويقولوا حاجات كده حلوه. مش عارف يعني ما اكيد في عيوب، بس يعني ربنا بيستر. اكيد ربنا ده والله ربنا ستر على كل حاجه. نحمد ربنا الحمد لله.